الطريقه الثانيه لطيفه جدا، ان بدل ما الليمون يبوظ في درج الثلاجه واحنا اتفقنا لو الليمون نشف مني اوريدي نشف، خليني اخده اجففه في الشمس واستخدمه كلومي في الكبسات وفي البرياني و لان انا اوريدي بشتريه اسود بره وبيبقى فظيع. انا عندي هنا بالعكس هاخد ريحه الليمون على الاقل، انا ضامنه ان انا اجيب اهو ده. دي طريقه ثانيه، هحط كده في البرطمان الليمون صحيح كده. في ناس بتحب تجمد الليمونه بالليمون كده في الفريزر وبعدين قبل الاستخدام تطلعها تفك شويه في شويه ميه، دي طريقه ثالثه، وبعدين تروح ايه مدخلاه. انا شايفه انه يعني احنا ممكن شويه ليمون لو هيبداوا يبوظوا مني مثلا يعني هضيف عليهم ميه مثلا، دول هيتحطوا في الثلاجه يقعدوا معايا لحد اسبوع بس وممكن اكتر. عارفين ليه؟ انا هغير بس الميه في نهايه الاسبوع او بعد 5 ايام اغير الميه بتاعته اهو، ومحطوط في الثلاجه ساقع محفوظ جوه الميه. هقفل كده. دي طريقه اهو في باب الثلاجه او على رف من الثلاجه. الليمون ده هيبقى محفوظ جدا ولطيف واقدر اخد منه بالواحده واستخدمه على طول فريش من غير ما اقعد ايه اسيح ولا حاجه. لكن التجميد ده لما بيبقى الليمون سعره حلو واحنا عايزين نحتفظ بشويه عصير ليمون، نقدر نعمل الثانيه اللي هي في مكعبات التلج، اعصر الليمون بكميات واصبه في مكعبات التلج واقلبها بعد ما يجمد يبقى زي التلج بالظبط، اخدها وافتح كيس ثلاجه وادخل فيه كام بس ما اعملش كتره يعني مثلا 20 مكعب في الكيس بس، وابططهم كده وانيمهم في الثلاجه واخد بالمكعب.